هالموضوع خاص شوي وما بقدر احكي لك اياه، بس عاد يصير خناقات بين المتزوجين. اي عيله بهالدنيا بيصير فيها خناقات مثل هي، بس هاد ما لازم يخلي العيله تتفرق. هلا انتي مره وانا مره كمان، يلا خلينا ننقذ حياه مره ثالثه غيرنا. ومين هالمره؟ بنت ابهي. رح تكبر وتصير مره، بس مشان تكبر لازم تعرف محبه الاب والام سوا. عم تفهمي علي ما هيك؟ انتي الوحيده يلي بتقدري تنقذيهم من هذا الضياع، صدقيني. بس ما فهمت. انتي دكتوره، لما تعالجي الناس من المرض انتي عم تغيري حياه الناس. حتى لما تساعدي حدا بتكوني عم تعملي نفس الشيء، ويمكن يكون القدر بعتك للأستاذ بهاليوم لحتى تجمعيهم، وبيجوز أنتي القدر بعتك كرمال تكوني شخص يلي رح ينهي وجع هي العيلة. أنتي مو حلفتي بالجامعة وقت صرتي دكتورة إنك ما ترفضي تعالجي أي مريض؟ بس مين المريض هنا؟ لك هذا المريض، مريض بمرض البعد عن بنته الوحيدة. بدي اياكي تنقذي من هالمرض. إذا بتعملي هذا الشيء، قصدي بتعملي تحليل الحمض النووي، وقت تطلع النتيجة رح نثبت إنه هي بنته ونربح. ما هيك أبي؟ شو؟ كلنا منربح. إيه. بصير في عيلة من جديد، لأنه أنت يلي جمعتي هالعيلة. أنا موافقة. عم تحكي عن جد؟ إيه. أنا بتشكرك كثير. رح خبر الكل إنه تعرفت اليوم على بطلة. بتجنن وأنا متأكدة إنه أنت هيك. يسلموا. خطيرة بالتمثيل، وين تعلمت؟ أكيد من المسلسلات. ماشي، هلأ أنت قلتي لي شو بدك مني؟ ما ضل غير أنه أنا أقول لك وين وكيف رح نعمل هدول التحاليل.